مساء الخير ورمضان كريم لكل الأشخاص اللي بلشوا يتابعونا عبر صفحة ال بي سي اي لبنان على انستغرام. أنا دومينيك أبو حنا وعم طلع عليكم بحلقة جديدة من جو لايف، تنكون عم نحكي اليوم عن مسلسل بالقلب وتحديدا عن شخصية ديانا يلي أثارت جدل كتير كبير بآخر حلقتين ثلاثة بسبب تغير بتصرفاتها وانقلاب شخصيتها إذا فينا نقول، ففي كتير عالم متفاجئين فيها. كرمال هيك بعد شوي النجمة سارة أبي كنعان رح تكون عم تنضم لإلي تنحكي عن ديانا وشو صاير معها وأحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل بالقلب. أكيد في كتير أشخاص ناطرين سارة تكون عم بتطل معنا، وفي كتير أشخاص أوريدي بعتوا أسئلة حتى سارة تكون عم تجاوب عليها، بس للأشخاص اللي بعد ما بعتوا أسئلتهم فيهم من هلأ لنهاية الحلقة تكونوا عم تتركولنا الأسئلة بخانة التعليقات، وسارة بعد شوي وقتها تصير موجودة معنا رح تكون عم تحاول تجاوب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة مباشرة باللايف. خلينا نشوف إذا سارة صارت موجودة وجاهزة معنا. وسارة صارت موجودة معنا، أهلا وسهلا فيك هاي سارة. هاي دومينيك، سافا؟ جود أنا جود، منيح وأنت؟ كتير مشتاق لك. منيحة، وأنا كمان وكتير مبسوطة إنه اليوم معك باللايف. اي مشتاق اشوفك لايف، بس اليوم خليني اخبرهم شوي على الواتساب. من ساعه بلشت اعمل لها كاونت داون لساره. فيني لا فيني أنا خبرون، مش من ساعة. خبريهم. اوكي. هي بتبلش قبل بجمعة، بترجع بتصير قبل بيومين، بترجع بالنهار بتصير مثلا على الساعة 3، على الساعة 5، على الساعة 6، على الساعة 6 ونص. لا بيبعت لي لايف ان 29 minutes، انه 29 دقيقة، انه مش هالدقة. هلا بيرجع بيبعت لي 3 minutes. قلت له يعني دومينيك مش رح انسى يعني. طيب بسيطة الضرب، يا سارة. لا هلا بس اقول الضرب، لك شغلة. الضرب انه انسى مثلا وقع بكره سمح الله. كيف صار لا انا نسيت؟ بعرف انه مش ناسية، بس انا لانه متحمس كتير وفي يا كتير عالم حبيبي متحمسين انه تكون عم بتطلع معنا. يعني انت بتعرف انه هيدا اللقاء انا ناطره من اول شهر رمضان المبارك، هلا صح تقريبا صرنا بنهاية الشهر، بس عم بقول نشكر الله انه كان توقيتها هلا، لانه المقابلة اذا بدنا نقول اجت بالوقت المناسب. شو صح كنا عم عملت نحكي يعني؟ انا وياك على فكره، وانت قلت لي انه بما انك انت عم تحضر الحلقات قبلنا يا زعبير، فين اوكي افضحك. اوكي، بما فيك، انك عم بس انه تحضر انا ما راح احكي شيء. بما انك عم تحضر الحلقات قبلنا يا زعبير، هذا بدي ارجع عيدها. فانت بوقت عرضت انه احسن نتركها لاخر رمضان كرمال صحيح. تنس تكون شوي حضرت، يعني منيح اللي ما عملناها بالاول لانه ما كان فيها الكم من الاحداث اللي هلا صارت. ولكن شفنا الانقلاب بشخصية ديانا يلي تخبرك شوي. هلا انت اكيد بالجو عم بتشوفي خاصة على تويتر شو عم بيكتبوا باخر حلقتين ثلاثة. ديانا بحبوها كل العالم كانوا على اساس وبحبوا كتير مسلسل بالقلب، الى ان شفنا الانقلاب بشخصية ديانا وبلش صح صاروا العالم كتير معصبين منها عم بيسألوا هل ديانا صارت بلا قلب؟ شو بتجاوبيهم؟ ما في شخص بيكون عنده قلب مثل قلب ديانا بيصير بلا قلب، بس بتعرف هيدي الرياكشن الاوليه ل يعني ما بدنا ننسى ديانا اكلت كتير ضروبه على من يعني من وقت ما خلقت انسانه مش عايشه حياه ستيبل، عايشه بلا اهل. حتى البيه اللي بالاخر طلع مش بيا، بس انه حتى بيا انسان كل الوقت سكران ما بيعرف اسمه. الحنين الوحيد اللي اخذته بالحياه هو حنين عمتها، وبعدين الله بعت لها ناهي لحتى يفرجيها شو يعني الحب، وهي تاسس على اساس عائله معه. فاكبر يعني اول جرح كان بحياتها يمكن هو امها اللي تركتها وبيا اللي مش واعي على الحياه. فكرت انه الله عوض لها بناهي لحتى على من بعد شهر عسلهم تخسر ناهي كمان قدام عيونها. طب هيدي تاني شي ميجر صدمة شوك إذا فينا نقول. صدمة. وبعدين اجت امها فجأة، رجعت امها والسنة وماتت اللي بين شافت إيديا فيها ما لحقت بالضبط. تحكي معها ولا تسألها شي، ماتت قدام عيونها. جربت تطلع كمان من هيدي الشغلة لحد ما تجي كمان عمتها اللي مظبوطه، عمتها تقول لها انه يعني كسرت كل شيء ديانا كانت ربيانة عليه، كل قيمها، كل مبادئها، كل شيء هي آمنت فيه. يعني امها وبيها تركوها مع ناس غربة وهربوا، وطلعت مجوزة ابن عمتها
وزيادة عن اللي عاشته كمان مع أمه لناهي، وتتكتشف كمان يعني اللي تكمشت فيه آخر شيء إنه ما عاد عند حدا، قالت لك اف اوكي في جواد يمكن، وبالآخر اكتشفت إنه جواد مكذب عليها، وإنه جواد إنه ما بدي اقشك سارة، بس على ما يبدو عم شوف كثير انه ناهي هون ناهي هون. بعتقد الممثل وسام فارس عم يحضر اللايف، اذا عم يحضر بدنا نقول له هلو، وبعد شوي اكيد رح نشوف شو عم يكتب، لانه ما عم لحق كثير، في وينه كثير وينه تعليقات عم بيكرجوا. وينه وينك يا وسام؟ اكتب شي. وينك يا وسام، اكتب شي، ما انتبهت. هلا منشوف هلا اذا تا يرجع يكتب لنا شيء وسام. سارة رح هو عم اعمل يضحك. هيك بتضحك لك اوكي. باك. طيب سارة، هلا في اشخاص عم بيقولوا انت بررتي للشخصية لانه متعمقة فيها اكثر، اذا فينا نقول، وعلمي دراسة للشخصية، بس في اشخاص عم بيقولوا انه لا، عم بتزيدها ديانا باخر كم حلقة وما لازم هالقد. شو بتقولي لهودي الاشخاص؟ قول هدول الاشخاص يمكن الحمد لله شكلهم مش قاطعين بالمصايب بالحياه عم يحكوا هيك، والحمد لله يعني يكونوا مبسوطين. بس فعليا اذا انت بتحك الناس، وطارق كاتب شيء عن جد من واقع الناس، وكل قصه صحيح. كتبها طارق شايف حدا مثله، يعني مش كاتب شيء برات الخيال، طبيعي اول ردة فعل، وبيقولوا لك اياها اهم علم النفس، انه واحد يكون هالقد طيب على فترة سنين وتجي الحياة تضربه اول مرة وثاني مرة وعشر مرة والمرة 20، في رياكشن محل من المحلات. يعني بعد كان بقى هذا الشخص اللي وثقت فيه اللي هو جواد، اوكي كمان رجعت اخر شيء اكلت الصدمة مرة قتلت تانية الصدمة واخد للمرة قلب اللي ما بعرف جوزة، قديه. ايه واخد قلب جوزة وخلاص، يعني ماشي صارت الانسانة. اذا بتلاحظ حتى بمشاهد هي وعم شي واز بينتينج عم ترسم قديش بعدين رجعت في خزقتها للوحة ايه، يعني. لانه في قهر، في انه انا مش انا كنت اخذ كنترول اوفر حياتي، حياتي كل الوقت يعني ديانا اذا بدك مفعول بها، ما بحياتها هي اخذت انيشاتيف وقدرت تمشي فيها كل الوقت، الحياه عم تخبطها من هون، الحياه عم تخبطها من هون، طبيعي يكون في رده فعل معينه يعني. بس عبالي اسأل وسام هلا تبعد ايه شوي اذا مبسوط عم بشوف ديانا شو عم تعمل بجواد، سلامت الشرطة وهيك. خلينا نشوف شو راح يكون عم بيقول. عم بيقولوا لي انه سأل سؤال بس ما عم بقدر لحق صراحة. سأل سؤال، اوكي ايه، ليه عم مش يسأل شفته؟ وسام انه تا اسألك مين ايه بتحبي اكثر، ناهي او جواد؟ يلا جاوبي تا يكون هو كمان جاوب على سؤالنا. كثير حلو سؤالك وسام. رح كون شوي، يا الله، بس رح كون صريحة. قولي قولي وسام، وسام يلي بالمسلسل. لا نهي ولا جواد. ايه وسام، لا نهي ولا جواد، وسام. عم حاول ساعدك يعني ايه تهرب من الموضوع. بحب اكثر هلا هلا وسام. اي هلا بيبقى السؤال يلي ناطرينه كل العالم، واكيد ما راح نكون عم نجاوب عليه، تنشوف بالحلقات الجايه اذا ديانا راح تضلها هيدي ديانا القاسيه او راح ترجع ديانا يلي بنعرفها. هيدا الشيء اكيد راح يكونوا عم بيشوفوه بالحلقات اللي جايه. بدهم يرجعوا يشوفوا، بس انه ياخذوها شوي، انه اي نو حبوا كثير ديانا البريئه وكل شيء، بس يفكروا انه بمحل من المحلات صارت واحد هالقد بينحك، في هيك مثل رياكشن معينه، ياخذوها شوي لايتلي ويتماشوا معنا بسيطه. يعيشوا شوي الأجواء والمراحل تبعوك هاي اللي في عم تقطع فيه ديانا. مايا السبع عم تحضر، ايه هلو وغدا مايا، بدنا نقول هلو وغدا لكل الأشخاص يمين عم اللي عم تحضر. يتابعونا، وكمان في أشخاص عم بيقولوا حرام فريال يعني هالقد عايشين مع أحداث المسلسل. بس عبالي سارة أعرف شوي قديش كان صعب عليك تنقلي من الديانة العاطفية والبريئة والمظلومة للديانة القاسية كتير. عم بنعرف لأنه ما بتصوروا أنتوا بالتسلسل تبعو الأحداث اللي بنشوفه لا بس ثاقبت، بالمسلسل، بس فشو ثاقبت انه اللوكيشنز صورنا كانوا؟ بالتسلسل، لا لانه أوكي كان هاي سيسيل، لانه التسلسل، لانه الحلقات كان طارق عم بيكتبهم، كنا بعدنا عم نصور، فكانوا عم يبلشوا اوكي عم يرجعوا يبينوا الحلقات، فاضطرينا نفوت على كذا لوكيشن كذا مره، فهذا الشيء كمان خدمني. بس بذات الوقت تعودت على ديانا البس بتشوف الخير بالدنيا والبريئه، واللي ما عندها مش صعبة أبدا، دومينيكا هي هيك بالحياة.
قد ايه قوسك وسام؟ ما هي عم على بتقلي وي ار وسام سو فارس براود عم اوف يو. بيحاول يساغب، بس بعتقد اصدقائك التانيين يلي عم يتابعوها رح يكونوا عم يدافعوا عنك هلا. عم بيرد لي اياها لانه شو عملت باللايف تبعه انا. اي ساره، في شيء من شخصيه ديانا موجوده فيك؟ ايه بشو كتير بتشبهك؟ كتير بتشبهني اي ب، ديانا بتشبهك اكثر، الاولى لا او لا لا، الثانيه؟ مش اللي صارت هلا هالفتره هيك انتفضت شوي. هلا برجع بقول لك، كل شخص فيه محل من المحلات بده ينتفض. انت دومينيك اذا حدا طبيعي اكيد كذا كذا مره ده يعني قوس كارما. عليك كذا كارما ويصاب، اذا كذا مره حدا قوس عليك محل من المحلات بدك شخص تقول له بو بيستشرس بمحل من وقف. المحلات يحط له حدود، يمكن ما ضروري يكون صار هو شرير يعني. صح، بس انا شوي ديانا بتشبهني بانه كتير بتشوف البوزيتيف بكل شيء، وانا ايام بينتقدوني على هذا الشيء انه ايه يعني. حتى بما انه هلا وسام عم بيحكي اكيد هو رح يوافق على الموضوع، كان يضل يقول لي انت بتشوفي دائما البوزيتيف بكل شيء ولا وهابي وكل شيء منيح بس نحن بهودي الظروف يلي عايشينها هلا ما يا ديانا ب 2020 الجديدة بدها ضرب. بحاجة لهيدا الشيء. لكن في عم يجي ردود فعل قاسي على ديانا. ايه بس ليه انت خبرينا هالقد؟ اكثر، لا ليه هالقد يعني؟ ما عم لانه بفهم اشعر انه صورة مختلفة 360 درجة عن بس ديانا يلي شفوها قبل، اي والعالم نو دايما بيتعاطفوا مع الشخص المظلوم اكثر. يعني الشخص القوي حتى لو شخصيات مسلسل ما كثير العالم بحبوه. اوكي. هي مش هيك، هي المفروض الناس تبلش تتقبل وتستوعب انه الممثل اول شيء بده يمثل كل الكاركترات، بعدين عم نفرجيهم شيء حقيقي. ليه ما بدهم يتقبلوا الشيء الحقيقي؟ يعني سوري، ما في صحيح مخلوقه هالقد بتحمل وبتضلها ساكته، ساعتها لازم الناس تقوم قيمتها وتقول شو يعني، كيف بعدها ساكته؟ انا بالعكس، في ناس على فكره من اصحابي سالوني ديانا ما راح تنتفض، ما راح تصير عندها هيك يعني في هالشخصيه. اشخاص كانوا ناطرين هيدي في اللحظه اشخاص تيفشوا كانوا خلقهم انه ناطرينها خلص ديانا لازم توعي. انه ايه، مفروض ساره عم جاي هلا بقرا الكومنتس مهضومين كثير. وسام عم بيشاغب وقالين عم بتشاغب وكلهم عم بيشاغبوا، بدنا نوجه تحيه لهم كلهم، بس انا عم بحاول قد ما فيي ضلي مركز بالحديث معي. الين هلا لشفتها شو قالت؟ الين الين هلا بكره عم عندي، شوفها عم بكره عندي انترفيو معها. لا كمان بدي اوجه تحيه لالين شمعون، وقد ايه حلو كاركتير الين يلي هي ما بتترك صديقتها. يعني نحن بحاجه لهودي الاشخاص بالحياه الحقيقيه. ايه ساره صححي لي اذا انا غلطان، في مشاهد عم يقطعوا انت مش حاطه فيهم ميك اب ابدا؟ ابدا، على 4 5 حلقات وقبل حتى قطع وقت موت ناهي. من اول ما مات ناهي في حلقه بكاملها كنت بلا ميك اب، وهلا هدول ال4 حلقات بلا ميك اب ابدا، وشعر مي ايام وهيك بلا ابدا ولا هيدي شيء. شو في اشخاص بيعتبروها جرأة، انت كممثلة شو بتعتبريها؟ ما مفروض يعني نحن شو عم بنعتبرها تشوف الحالة الحقيقية؟ انه هي ما مفروض بكل يعني الممثل الحقيقي، الممثل اللي بده يبرع مفروض هيدي تكون بقاموسه. يعني ما مفروض الناس بقى مفروض لك وقتها نوصل ل وصار كله عم فلتر. بيقولوا يساوي انه مش مظبوط هيدا كله فلترز. ما راح خلينا انا اعمل قصدي عم بقرا انترفيو. الكومنتات، لانه وقت ينزل على يوتيوب ينزل بدون التعليقات، فتيعرفوا شو عم جد بيقولوا يا وسام. الله، اي كله فلترز. طيب هلا فرجيك وسام، هلا لا لا فرجيك. لحو هلا طالع بدي معنا اصور لك، وكثير بدي ليك ناتيورال. بكره وقت التقى فيه بالتصوير بدي اصور لك، بس بدي شو بدي اعمل فيه، اي اوكي. برامس بدي اقبره. ايه فليك وقت نوصل لمرحله ما نعود نتفاجأ انه مخلوقه طالعه ميك اب، هون تعرف انه الناس هون تعرف انه الناس يعني خلص صارت تستوعب انه شو يعني دراما، شو يعني وصلنا لمستوى برا اذا بدك، اذا وقت مية الناس بالمية بتبلش تستوعب هذا الشيء. عم بيقولوا لك انت بدون ميك اب ميرسي، حلوه، عم عم شوف بقرا. عم بتغزلوا فيك. عبالك اسالك كم سؤال من يلي بعتون العالم على انستغرام ال بي سي اي لبنان، هيك نجاوب عليهم على السريع ايه بدي اقول هاي لانه في لياسمين لسه لانه بدي له طويله. هاي ساره. اوكي هاي هلو ياسمين، هاي ياسمين اكيد. سيسيل، هاي كلكم. اوكي عم يسالوك هل عملت بطاقه وهب اعضاء مثل وسام فارس او بعد عم بتفكري فيها بعدك عم تدرس بعد الموضوع؟
بع ما بصراحة ما عندي جرأة، ما عندي جرأة وسام أبدا، ما عندي جرأته، بس أنا اوكي بقول له برافو عليك، برافو على هيدا الستيب. راح اسالك السؤال التالي، لو كنت محل ديانا ومات ناهي على ناهي بده وسام اكيد راح يعلق على الموضوع، عم لا بيقول لك سالينك اصلا عم بيقول لك وسام انه ليش بس عم نقرا النيجاتيف كومنتس اللي بيقولون، قال لانه مش قال، مش رح اقول انا شو قال، خلص يعني استحي. ايه يعني عم حاول قد ما في لح يقرا، لا ما عم لح يقرا بس لا بدي لانه اقطع كل كلهم كمان الاسئله. بدي اقول لك شغله، اذا ما بتلحق بين وسام واصحابه، يعني بين غاده ومايا وياسمين وباخوس ومين كمان بعد، في كمان وسيسيل، بدي اوجه ما لهم تحية بتلحق لهم كلهم، وحتى الأشخاص يلي بيحبوك يعني وعم بيتابعوا عم اكيد. بيقول يقبرني جمالة. أوكي عم بقول لك وسام قلت على الهواء. رح أسأل السؤال يلي بعده، لو كنت محل ديانا ومات ناهية، هل بتحسي إنه بتقدري تنغرمي بهيدي السرعة بعد موته؟ لا بدي اقول لك ليش. انا بيرسونلي كساره، انا شخص كتير ومعروفه بهذا الشيء، كتير ايموشنال، كتير هوبليس رومانتك، وبيضحكوا علي اوكي قديش انه لا انت كتير انه هدول الايموشنز وهالاهتمام وهال. انا بحس انه مش رح اقول لك، مش رح اكون دراماتيك هالقد واقول لك تنتهي حياتي هون، بس بدك وقت اطول تطلعي، مش مثل ما عم بيقول ويسان. ايه مش مثل ما عم بيقول لسان، بدي وقت كتير تطلع صدقني، لانه هلا هو دراماتيكلي سبيكينج، وكيف صار مع جواد وديانا مبرر كتير، كيف كتبها طارق، لانه هو حاوطها وهي حست انه في شبه لناهي بمحل، في شيء صحيح. اذا دراما كوين مايا. هلا فرجيك، اوكي هلا فرجيك، فاتحين حديث ايه فاتحين حديث بين بعض، بالتعليقات ياسمين بتقلها لقالون هاي، مايا عم بتقلها بردوا لياسمين الهيات عم اهلا وسهلا بشوفهم. فيك، عرفت ايه ديزني برنسس، طيب ايش في عم ديزني برنسس. يسألوك سارة، مين من بين يلي هنوك على المسلسل كثير انبسطت برسالته او باتصاله، في حدا معين هيك عنالك كثير بتهنئة تبعوله؟ بدي اقول لك شغله، كل الممثلين اللي بعتوا لي انا يعني شو حبيت قديش شو بيقولوا متواضعين، وقديش بيقدروا يعني هاد دعمهم عن جد ما بيعرفوا، ان شاء الله يكونوا عم يسمعوني تعرفوا انه دعمهم كتير عنالي، يعني مش ما بعرف اذا لازم اقعد اسميهم كلهم لانه كتار وما بدي انسى حدا، بس يلا هيك بس هيك كم في عندك اوكي مارينا السركيس، الين لحود، وجيه صقر، جابرييل يمين، داليدا خليل، زينة مكة، يا رب مين كمان، ناسي مين كمان، هلا سادينة، هلا فوتك انا بمشكلة، بس لأنه هلا خبرك هذا كثير حد مضطرة يعني فعم باخد دعم منك. ايه تصير بدك تتذكريهم كلهم أكيد مجبورة اتذكرهم كلهم، بس عن كل جد في كتير الأشخاص ناس. يلي هنوك، هيدي خطوة كثير كارلوس حلوة عزار هذوي كمان، يلا تحية لإلهم جميعا. في أشخاص عم بيسألوا كم حلقة المسلسل، 30 أو أكثر، والجمهور عم بيطالبكم بجزء ثاني، بدي أعرف هل المنتجة ميئة بيراد عم بتفكر بالموضوع أو وسام محسومة؟ فارس. انا اللي هنيتك وسام، انا اللي هنيتك مش بس انت اللي هنيتني. لا فظيع، اوكي ايه كفي. بدي اسالك لألك السؤال استاذ دومينيك، لألك بيسال اوكي السؤال، كم حلقه صار المسلسل دومينيك؟ وراح يصير في جزء تاني دومينيك؟ لا الجزء الثاني بدي اشوف انا اذا المنتجه مي ابي رعد حكيتكم بهيدا الموضوع او لا، او اوكي في حكي بجزء تاني، اوكي في طلب من الناس، ومي شخص كتير بحب الادفنتشر وكتير بحب يغامر، سبيشلي اذا حست انه المغامره جايب محلها. ما بعرف اذا حتصير هيدي الشغله، في حكي، وانا بقول لك اذا طارق وافق على كتابه جزء تاني، يعني اوكي شو صار مع سارة؟ يمكن راحت الو الانترنت عند سارة او رجعت؟ ايه هلا عم رجعت؟ بسمعك، هلا سوري ما رجعت. بعرف اوكي ليش حدا حب يدق لي بنص الانترفيو، الله يستر ما يرجع اوكي يدقكم بليز مرة تانية، بليز بليز ما تدقوا بليز لسارة ما تدقوا لي بالانترفيو يا ابدا، لايك، يلي بدكم تقولوا لها اياه قولوا لها اياه قولوا بالكومنت. لي اياه هون بالكومنتس. ايه
شو كنت كنت سوري عم شو كنت بتقولي بقول لي انه اذا وصلنا لمحل انه اذا طارق السويد وافق انه ايه يكتب جزء صح، ثاني يعني بينعمل ممكن جزء تكتب موجود. ثاني. بليز بالجزء الثاني ترجع ديانا مثل الاول، مروق شوي تنشوف اذا بهذا الجزء يمكن قبل الجزء الثاني ما بتكون هيك تنطره. ما هيك يمكن تصير أسوأ هلا. لا هلا بلشنا نضيع المشاهدين، انت خلص ما بدهم بتعرف شو يحضروا ممكن كل الاحوال. يصير. انا ايه مش ما بتعرف ولا شو هن انت بتعرف مزبوط، نسيت عم تحضر. بس قلن راح هم اقول شيء، بيعرفوا شو يعني ممكن انا يصير. لا انا سركن ببير عميق مثل ما بيقولوا. عم يسالوك انه نهايه مسلسل بالقلب رح تفرحهم او رح تبكيهم، لانه خلال المسلسل كثير بكيوا. شو يمكن في بكي؟ تبكيهم من الفرح. ذكيه يا ساره، وقتها شفت وقتها شفت السؤال قلت اذا بتجاوب هيدا الجواب. إذا بتجاوب هيدا الجواب يا سارة، أنا وياك في تليباتي. تليباتية. طيب انت عم مع بيقول لي سام قال الجزء الثاني ما حيكون حلو لأنه هو منه فيه. والله لا بركي في فلاش باك بركي في فلاش لنادية. باكس، أو يمكن يكون انا عم بعطي افكار لطارق. يمكن يكون بريكول، يمكن يطلع عنده توين، ما حد بيعرف ما حد بيعرف. يا ليك كم فكرة. وياسمين اللي هي ياسمين اللي هي الستايلست تبع مسلسل وفيق تاء، قال بدها ايانا بالشعر الطويل بالجزء الثاني. لكن احنا فينا نعمل لايف مع الناس على ساعتين عادي. ايه نحن هلا اذا بدنا نضلنا ما بده فلاش باك، عم بيقول وسام فارس. طيب ما في حل تاني يعني، هلا وقتها يحسموها اذا في جزء تاني او لا بنتباحث بالموضوع. عم بيسالوك مع او ضد انه ديانا تتجوز مرة تانية بالمسلسل؟ إذا أنا مع ولا ضد؟ ايه انت كرأي شخصي. لكن بالحياة بالمجتمع، إذا أنت التقيت بمرأة مثل ديانا وشفتها هالقد معناية، أوكي؟ وبعدها صغيرة بالعمر وترملت بعدها عروسة جديدة، شو بتقلها؟ بتقلها كملي حياتك ولا لا؟ عن أكيد جد لازم أنا كمل بسأل، حياتك. أكيد وبسأل بسأل كل إنسان هذا السؤال، إنه حدا يعتبر إنه حدا قريب عليه صار هيك معه، شو بتقولوا له؟ لا اقعدي وضلي كل حياتك مدبرسة، لأنه لا فيها مش الوحدة منطقية تفوت أبدا بهيدي أكيد. اللوب، فيها الوحدة تفوت بهيدي اللوب تبع الدبرشن. فلا أنا بلاقي إنه الواحد منيح يرجع يعطي لحاله فرصة، يرجع يشوف أوبشن تاني، يرجع مثل ما أنا أمي دايما بتقلي ما حدا بيموت ورا حدا. اف قوية هيدي، لازم امك تكتب كم جملة مع طارق السويد مع طارق سويد بالمسلسل. بيقعدوا خد لك ساعتها بيصير مسلسل خدع الشعر حكم. تعزير. وبكي 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 هونيك بنبكي. عبالي نعمل هيك فكرة سريعة، بحب ما بحب، اوكي؟ رح اعطيكي اسامي اشخاص، بتقولي لي صفة بتحبيها فيهم وشي ما بتحبيه فيهم، رح هيك. يفكروني الناس هبيلة على فكرة، سوري عم بتضحك لأنه عم بقرا كومنتس. لا ولا لا لأنه نحن لازم عم نشوف تنزل الكومنتس على تعليقات. يوتيوب. نحن عم نشوف التعليقات وعم نستمتع فيهم. سارة رح اقول لك اسامي، اول شغله تخطر على بالك الصفه يلي بتحبيها بالشخص بتقوليها وبتقولي لي الشيء اللي ما بتحبيه فيه، اوكي؟ اوكي. المنتجه مي ابي رعد. حنونة وام واللي ما بحبه فيه اوف شو دقيقة، اوف شو بتحب انه كل بس شيء هيدي يكون بالشغل مبكر. نتيجة بتكون منيحة. ايه بس انه شيء مش منيح لإلنا قد ما من عرفت منعيش ستريس شوي، بس انه بيطلع ريزلتها بكل بيعجبني. الأحوال للمنتجة مي أبي رعد. ايه بحال المخرج ما جوليان، المخرج جوليان معلوف، بحب ما بحب. بحب قديش بوزيتيف انرجي، لو شو ما كان عم يضحك، لو شو ما كان الشغل معه هيك واو. شو ما بحب شو ما بحب فيه لجوليان، شو ما بحب فيه لجوليان. عادة المخرجين بيلاقوا قصص، يعني بنلاقي قصص بالمخرجين ما بنحبهم فيهم أكثر من اللي بنحبهم. أنت عم انا بتعيني رح اقول تطلع لك اسم شو، ما بتحبيه. شو؟ انا رح اقول لك شو الايجو. هلا هو خادمه هذا الايجو بشغله، انتبه هيدي بوزيتيف بشغله الايجو، إيه بس انه 100%. نحن بيزعجنا الايجو لانه بنصير انه جوليان عرفت انه أوكي. الكاتب طارق السويد بحب وما بحب. اللي بحبه بطارق يلا ساعدوها احساسه، بالتعليقات. اوكي احساسه بشرشر احساس. اللي ما بحبه فيه انه ما بحياته بيرد على التليفون وما بيلتزم بمشاريعه. طارق عم تسمع؟ يا طارق،
هيدي طارق بدي أصل لك إياها وأبعت لك ونزلي إياها على على ستوري واتساب. ومع منشن. طيب خليني اكمل كمان على السريع. الممثلة كارمن لبوس فريال العالم جنين بشخصية فريال، عن جد شو شو هالدور بحبي الحلو. كارمن؟ كارمن كارمن اللي بحبه بكارمن هي كارمن. اللي ما بحبه فيها اللي ما بحبه فيها قديش بتدقق على قديش بتدقق بالقصص، يعني قديش بت يعني ممكن تنكش لك غلطة إذا ما حدا منتبه هي ممكن تنكشها هالقد. اوكي طيب وسام فارس هلا تنسو هلا عم فهمت. بضحك لما بدي اشوف ردة That's فعله. karma. That's karma. شو بحبي وسام؟ هلا طيب على السريعة شو بتحبي وشو ما بتحبي معك كل الوقت. لا ما هي بالقلب عم يعني. بمزح عم بمزح. بحب كل شيء بوسام. طيب شو يا بي هو كتب كل شيء كمان، انا ما بقول كل شيء. شايفاه حلو في تليباتية. بحب كل شيء بوسام. اللي ما بحبه بوسام عناده، عنيد وسام. عنيد طيب بس ايام تجي سارة منيحه، يعني ايام تجي بوقتها ايام. لا هاي شربل، شربل العزارة عم بيقلنا هاي لبرجوازي. هلو هاي هلو. يلا لا خلينا انا نتابع لوكي بالبوب بحبه كويز بوسام يلي كتير. ايه بالبوب كويز يلي نزل يلي ايه طلعنا فيه كثير وقتها بلوكيشن التصوير. ايه طلبت منك تسألي السؤال للكرو يلي موجود على السات، ورحتي سألتيهم مين مش طايقين تشوفوا على السات. اذا بدي اسألك ذات السؤال، لانه دائما السحر بيرجع بينقلب على الساحر، مين مالك اكثر حدا حق. ما كنت مين اكثر حدا ما كنت تطيق تشوفيه على السات؟ يلا سارة جاوبي، عم باخذ بطار كل الاشخاص يلي سالتيهم هيدا السؤال. شو عم تفكري كتير كتار ما عم ولا فكر ما حدا مين. ولا شو؟ لا ما هيك ما عم فكر انا مين. محلك بقول الين، لانه لينا ما بتزعل وهي صديقتها. لا لا اكشلي حرام يعني بعزه كتير يعني، بس انه قد ما بيعمل لك قلق وليد اللي هو الاكزيكتيف وليد دايركتور، اوكي ايه قد ما بيعمل لك قلق على السات انه وين صرته ويلا ولا اعملوا هيك ولا فهيك طيب هو. عبالك نكون عم نعمل بوب كويز هلا لايف هيك على السريع. ايه اوكي انا بحب اسئله بوب كويزاتك، ما بعرف ليه دغري بتحمس في متولد ايه انا لانه بعرفك انه بتحب البوب كويز، اول مره بنعمل بوب كويز لايف. اوكي يلا دين. بكون معك بس ما بدي تاخدي وقت وتفكري لا دغري، خلص اول اي بروميس. جواب يخطر على راسك هاي بتقولي. انا، اوكي عم تحضرنا من كندا. اوكي هلو يلا انا وكل الاشخاص من وين ما كنتوا عم تتابعونا، رح بلش البوب كويز. اوكي لو كنت رجال اي ممثل بتحب تكونه؟ فيني عالمي لبناني بس هيك انت بس حدد شوي. اول اسم يخطر على بالك. وسام فارس. اها اوكي طيب بدك تكوني بغير جسم، بجسم اي فنانة بتغني عربية بتكوني؟ هيفا وهبي اوكي اي لاف يو هيفا. I love her too. You love me اوكي now لأنه أنا أم هيفا أصدق ولا لا؟ لا بحبها لهيفا وبحبك عادي. هلا ما رح نقعد نتخانق مين بحب، بس بحب هيفا أوكي وأنا كمان بحب وبحبك هيفا. سارة. اوكي طيب اي فنان بتحبي انه يكون عم بيغني بعرسك؟ وبشوف فنان عالمي أنا ساعتها قال هيك. لا لا خلينا شي لوكال. فهالشي لوكال. فينا نسمي اثنين، وائل كفوري وجوزيف عطية. اوكي طيب في مرة أخذت شي من أوضة الأوتيل خلال السفر؟ قد ما فيني اخذ قصص باخذ قصص من مثل شو؟ طيب بليز حدا يقول لي انه ما بيعملها يعني، عرفت؟ اكثر شيء كلنا بنعملها بس كل حدا بياخذ شيء، يعني هلا في فرق بين انه تضب اللامبادير بالشنطه وبين انه بليز اقري تاخذي شو الكومنتس، يعني. بس اقري الكومنتس، حيطلعوا لي راسي من محلهم عم يحكوا بين بعض ويسموا بعض. اوكي رين بدي وجه تحيه لرين خليل زميلتنا بما انه جبت سيره وائل وهي هاي بتحب كثير وائل كفوري رن، فهيدي على مش هي الهواء. كمان بتشتغل بالال بي سي رين بروموات وشو زميلتنا كمان مية بتعمل؟ مية بدي بالمية اقول لها معنا ميرسي على بالبيزنس الشغل رين. اللي كتير حلو. وين كنا بالسؤال؟ شو اغرب شيء اخذتيه من اوتيل
انت ومسافرة؟ اغرب شيء، مش اغرب شيء، دايما بعلق اذا ريحه اللوشن اول شغله بصير بعملها، بشم ريحه اللوشن الشامبوان والبادي البادي يعني بادي جل. بحب اللوشن، انا كثير بحب الكريمات تبع الجسم، فاول شغله اذا حلوه ريحته بحطهم، برجع بدق بقول لهم بتغسليه عارة. ما في، بيرجعوا بيطلعوا لي، برجع بقول لهم خلصتوا، رجعوا طلعوا لي. كل مره بلاقي لهم يلا خلينا نشوف بالتعليقات مين مثل سارة بياخد اللوشنز يلي موجودين ما بالقط. يا عم بتقول فرشة التخت، لا ولا طيب نسينا انه كنا عم نعمل البوب كويز، هو المفروض انه يكون على السريع. اكثر كلمة بتعصبك؟ أكتر كلمة بتعصبني، إيه ما بعرف، ما بعرف، ايه لا ما بيزبط البوب كويز هيك بعرف بعرف لايف بعرف، سايكل، معك لازم حق تكونوا سريعين. معك حق معك حق. أكتر كلمة اكثر كلمه بتعصبني، بتعصبك؟ أنت منافقة. اوكي طيب. انه العالم بيقولوا انت كذابه انت كذا، منافقه مش منافقة، منافقه. اوكي شو اغرب شيء ممكن نلاقيه بجزانك؟ بعرف الصبايا اوقات بحطوا قصص ما بنتوقع انه يكونوا موجودين بالجزان، اغرب شيء ممكن نلاقيه بجزانك؟ يا حوج جزداني هون شو بدك تمشي الاغراض هلا؟ بدي اشوف شو اغرب شيء في شيء بجزداني. غريب؟ ما يعني هو الميك اب بيلتقى عند النسوان. لا الميك اب بعدك سيف سايد. ما هيك بوشات، ما شو بعرف اغرب شيء ممكن يكون شو بجزء بيقولوا، كبريت، كبريتة؟ اوكي ما بعرف ليه شو عم يعمل كبريت صفا ماني كثير بجسمي، غريبة. ماني لا لا لا، ليك انا عنديش غريبة، بليز بليز، ليك شو ليك ليه معك بريز بجزانك سارة أبو كنعان؟ شو وها عم يعمل البريز معك؟ هوفر لا بالجزدان الهوفر. لا اكيد مش الجزان. عم بس شوف ما قبل شوي في حدا كتب انه المخده بياخذوها معهم من القطيف، فهي يا إذا محلى الهوفر واو، بالجزان. شو إذا واو اخذ شي مره مخده من لا القطيف؟ لا، بس لأنه في شرق مخديات بالأوتيل كتير هيك فلافي، فإيه بفهمهم. مرت الجاي رح صور كيف عم باخذ، أتخيل هلا طيب من هلا خلص البوب ورايح كويز لايف، كل بس عم ريزرفيشن بدي نتسلى كثير. أعملها بالأوتيل ما حيستقبلوني، رح يطلع ايه نفس الأوضة دغري ورايي. سارة عبالي نكون عم شوف التعبير الوش تبعولك، رح اقول لك خبرين. اوكي اول خبر عبري لي بشكل وجهك. اوكي اوكي، بحبهم بحبهم. اذا قلت لك يمكن يكون في موجة تانية من كورونا، هيدي مصدومة على معصبة على لا ما بدك على على كل شيء، كل شيء؟ على طيب عم تقطع هيدي الايموجي تبع المثبت، اوكي هيدي الدولار مع احمر الدولار مع كبير الهيدا بالنسبة مع لي. المعصب. سارة اذا قلت لك لتدخلي على البسين مش تحت ال 50,000 هيدي السنة. ايه شو؟ هيدي كانت ردة فعلنا كلنا، وبلشنا نفكر انه شو بدنا نعمل بالصيفية. بنجيب بيسين جونفلاب نقعد نسبح انا هيك فيها. رح اعمل. ايه بس قال هيك، بس تدخلي 50,000 صح، هنطلع اسوأ منه. سارة انا كثير عم بستمتع بالمقابلة معك، كثير عم نضحك ايه ما تقلي وكثير حلو التفاعل. انه ايه عم نخلص. بدنا نبلش نختم. لا ما بد، ما بدك. لا طيب عبالي نشوف شو معقول يكونوا الاشخاص اللي عم يتابعونا يكونوا عم يسالوك. يلا بلشوا ابعتوا الاسئله. يلا بهيدا الوقت يكونوا بلشوا يبعتوا الاسئله ونجاوب على كذا سؤال. بدي اعرف ساره منك بعد قد ايه ناطرنا قصص رح تفاجئنا بالكم حلقه يلي جايين، حطي لي علامه على 10. 10 مليون على 10. هالقد في احداث في قصص شي مش بالحلقة، متوقعه. ثمانية وعشرين أو 29 بده يقلب كل المعايير، كل شي، يعني كل شي. الناس حت
بما انك بتحب التعبير الوجه. ايوه 100%. بس عم نشوف كمان شو عم بيسألوك، بشو بتشبهي كديانا؟ جاوبنا على هيدا السؤال ببداية الحلقة. مين الممثل اللي بتحب تمثلي معه غير وسام فارس؟ يلا هات وسام نشوف. فارس. غير وسام فارس. وسام فارس. طب وشو كان أول سؤال؟ بدك تتجوزي؟ عم بقري لك، يلا بدك تجاوب بسرعة قبل ما يخلص. تتجوز. مش انت بدك تتجوزي قريبا؟ لا قريبا، لا انه بوقت من حياتي ايه اكيد، بس يوما ما، يوما انه في شيء بالقريب ولا لا؟ لا 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 لا، في شغله بدي اتجوز. وسام فارس عم بيقول انه ما بتسترجي تقولي غير وسام، كرمال هيك خليني ارجع اطرح عليك ذات السؤال، اي ممثل لبناني على بالك تمثلي معه او بتحب تمثلي معه غير وسام فارس؟ اسم حدا ما مثلت معه قبل ولا مثلت معه قبل؟ ايه افضل انه يكون ما مثلت معه. افضل يكون ما مثلت معه قبل. يلا سارة عم بيقولوا لي لازم اخطب. سوري مين؟ لبناني؟ فيني اقول لبناني، سوري، مصري. تيم حسن. يلا ان شاء الله بنشوفك قريبا بمسلسل مع تيم حسن. سارة انا كثير انبسطت انه كنت معنا، كثير انا كمان. قل لهم لهم وقتها يقولوا لك للي عم بيقولوا لك انه تختم، انه ما بدنا. لا ما مزح، بعرف لازم تفل. يلا بركي نعمل بارت 2 من بعد اخر حلقه. بدنا نعمل بارت 2. حلوف نعمل بارت 2. نعمل بارت 2. انا اوكي وانا ان في 411 واحد. هيك بنشوف فعل العالم على كل القصص اللي بعد ما شافوها ويلي رح تكون عم تصدمهم. خلص سارة بدي اقول لك ثانك يو كثير، انبسطت. ميرسي دومينيك، اتس اولويز ا بليجر معك. انا كمان بدي اشكر كمان كل الاشخاص اللي بعدهم عم بيعلقوا ويكتبوا تعليقات، وثانك يو لوسام فارس اللي عملنا جو بالتعليقات وخلينا كل الوقت نكون عم نضحك. انا رح كون عم برجع التقى بكل مشاهدي ال بي سي اي لبنان على انستغرام 3 اللي جاي الساعه 7. يلا باي باي.